بقوم ادوق بقى كده والاساتذه. طب شفتي المشروب ده الاول؟ ايوه انا عايزه اعرف بقى ايه الحاجات دي. ده المشروب ده ولا ده؟ ده بعد السحور. لا بصي ما ده الانجليزي بتاع الكوبايه دي. ده لبن ده ولا ايه؟ دي مكونات عشان المكونات دي. المكونات دي هنشرب كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ما اشوف نجله عامله بس بقى واحد بس عشان ما تشبعيش عشان تعرفي تاكلي. ده بعد الفطار. ده ايه ده؟ كانه موز. موز باللبن. موز بشوفان بالبلح بزبادي بلبن. ده مشروب بس ده داهيه. لا مش هيتخنك خالص. مش قصدي ده هو جدا. بينزل خلاص خلص. ايوه ده بعد السحور عشان ما تعطشيش وما تجوعيش. تقعدي لغايه الفطار ما حتى ما تيجي تفطري ما تبقيش جعانه قوي. تعرفي يا نوجه ده حلو بقى للولاد في الامتحانات عشان ثانويه عامه وكده. هو اصلا الاطفال عشان يغذوا قوي ما يتعوش. بما انك الماستر دوق معايا عشان نشوف. هو عشان كمان الولاد الايام دي عندهم امتحانات فدي حلوه ليهم عشان حرام بيبقوا. يا جماعه عشان تدوقوا حاجه بعض بقى دوقوا عشان تشوفوا. انا عايزه ادوق الدوق. لا لا عايزين نشوف بقى الطواجن بتاعت الطاجن ريحته باينه بتاعت غاده. لا غاده لا كله ملهاش في اللي يقول لك ملهاش في اللايك. ماليش فيه طبعا. ماليش فيه طبعا. كارثه. ايوه ايوه انت خاسته. تجيبوا معلقه مش تجيبوا معلقه يا جماعه هنغرف بالشوكه. حلو 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 ده عشان ما ناخدش كتير. هي دي فكره برضه ان الواحد ياكل فطبع صغير. ده الرز اللي معمر ده زي الرز المعمر يعني يا غدا ولا ايه؟ بس بالقشطه. نفس القشطه يا حلاوتك. قشطه وكريمه قمر بزياده. يا جماعه انا باكل. انا بقفل والله بعد الساعه 7 وبعدين المطبخ عندنا بيقفل في البيت يعني. لا ده ايه ده؟ بصي لا ممكن نستأذنه عادي. تتاكل ازاي؟ عشان دي لازم تتاكل كده اهو من تحت. واشمعنى انا الوحيده اللي هاكل؟ كلنا اهو. ما هو مفيش معلقه هنا. ما عندناش معلقه في سي بي سي. معلش كله في سي بي سي سفره. المعالق كلها راحت هنا. احنا واخدين كل حاجات تحت المطبخ. ها وثواني بقى الصوص كده عشان ايه نكمل الاكل. خلاص دوقي دي الاول. تخيلوا ان انا ساعات على نص رمضان كده نفسي بتهفني على كشري او فول. والكشري بيقفلوا في رمضان. ليه بيقفلوا في كشري في رمضان؟ عشان يوم العيد بقى اتفرجت. طب ليه؟ لا الفول بيشتغل اكتر حاجه بالسحور. الفول الفول فطار سحور. بس انا بقول الكشري ليه بيقفل في رمضان؟ الفته دوقتي الفته بتاع ابو ملوخيه ده حلو قوي. ايوه عايزه اقول لك ما اكلتيش ليه؟ بعد يوم العيد بقى. بص لا لازم تدوقي. ما عنديش فكره. فته الملوخيه دي عايزه اعمل فخر الطبيخ يا جماعه. علموني اللي هو ايه. سيبي سوري سفره تعلم لميز كيف تطبخ. دي اصلا فته الملوخيه دي انا عملتها من 3 سنين ومن ساعتها الناس بتطلب مني على طول. بس السنه دي بقى قلت اعملها بالبط. عندي اصلا نوبي تقيل وانت الماستر. النوبي اصلا يعني بيعمل فتة الملوخيه دي. بيحط الملوخيه وعيش وحتى روطه وسلطه عليها. ده زي حاجه اسمها شلاوله. فكره الملوخيه الناشفه رز المعمر. لا كوبايه رز عليها. نسمع بقى بعض عشان انا عايزه اسمع الغدا وعايزه التليفونات يا جماعه.